لو انا جزء من الاله، جزء من المصدر، اذا انا عندي كل خصائص المصدر. لو انا نقطه من المحيط، انا عندي كل الدي ان اي بتاع المحيط. واخد بالك؟ ف مش محتاج اعمل حاجه. يعني ايه كلمة تنشيط وكلمة تكنيك؟ يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني عايزك تعرف ان اي حاجة انت بتفكر فيها او بتتصورها حصلت. عشان كده قلنا في فيديوهات زمان حاسب على تفكيرك وتصورك، وقلنا ازاي الفكرة الوحشة نقابلها بعكسها. لما مشيت انا على اللايف، انا في اللايف مشيت. مش تكلميني على التليجرام، انا هنا يعني. فالتكنيك فالتصور والخيال طلقة خصوصا الايام دي. ليه خصوصا الايام دي؟ لان الطاقة كلها بتتغير. الطاقة كلها بتتغير، معنى كده ان كل اللي فات راح. بس العالم كله عايش مع بعضه برضه، بس الواقع هيتغير. يعني انت هتلاقي نفسك مع بتوع البعد الثالث، لو انت البعد الثالث هتلاقي نفسك بتوع البعد الرابع، لو انت بعد الرابع هتلاقي نفسك بعد الخامس، لو انت في البعد السادس، اللي حواليك كده، وهتنجذبوا لبعض. ده قانون كون صح؟ بس كله عايش مع بعض. بس ده مش معناه ان انا احمل هم حد. هي دي بقى النقطه اللي جاي اتكلم فيها. احمل هم حد ليه؟ هل هو ناقص؟ طبعا لا. انا دخلي في حياته ليه؟ لا، ما بتكلمش ان انا اكون حشري، لا، انا بتكلم ان انا اكون اعمل اللي هو المفروض يعمله. واخد بالك؟ ايا كان مين؟ وحتى لو هو مريض، معلش الكلمه دي بتبقى صعبه. حتى لو هو مريض ده درس هو بيتعلمه. والمفروض هو يقعد مع نفسه يسأل في ايه؟ واخد بالك؟ ساعات التدخل بنية الشفاء والرحمة والتعاطف بيفسد دروس للبني آدم. فحضرتك انت حق من الطفل ده، الله يسعدك. الله يخليك يا يوسف. قول لهم اهلا وسهلا. معلش التعليقات، التعليقات ما ماشي هاخد بالي منها ان شاء الله. مش انا كنت طلعت لايف من مفيش خمس دقايق لقيت الدنيا ضلمه. ماشي؟ نسيت ان انا شهر نور. مش هطلع لايف، انا طلعت لايف تلقائي كده لقيت الدنيا ضلمة. مش واخد بالي انها ضلمه اصلا. فقلت قافل مش هقرا تاني. المهم علينا يعني. اوعوا تفتكروا ان انا معلم او مدرس ومش عارف ايه والكلام اللي فيه الوتر دوت. ما حدش حاططني في المرتبه دي، ولو انت حاططني في المرتبه دي تصورك انت. ماشي؟ بس انا زيك. سلمني. انا بس بوثق اللي انا بفكر فيه اللي بقى يمكن يفيدك كنموذج من تكرار، كنموذج ابقى نور ليك. ماشي؟ مش تقلدي، لا تعديني. شوف حياتك، تاخد الفكره من الساعه عندي. ماشي؟ ما تقفش عندي. شوف غيري، شوف نفسك. خد بالك؟ مش انا نهايه المطاف. انت نهايه المطاف. يعني اليوتيوب ده، كل الانترنت ده، انا عارف ان هو يقف، انت ما اعرفش. الذكاء الاصطناعي اللي طايح في الكوكب ده لازم يقف. عارف ان الفيديو ده مش هينتشر عشان الكنزو، بس ما علينا. هو انا صوتي حلو طالع يا جدعان؟ عشان الناس بتقول انت صوتك بيبقى قليل. حد يقول لي نعم بس.
عليها ده. انا مسامح اهو، انا بتكلم غير سماعات على فكره. اه عسل 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 جيهان ضعيف الصوت يعني، اعمل كده يعني اقرب ال واضح. ما انا عرفت جامد كده وش هيبقى كبير ومش عارف ايه، كمان انا ماسك التليفون بتاعي. معلش انا بتكلم عيال بعيال يعني كلام عادي. ماشي ده العسل زي الفل. الصوت واضح نتكلم بقى. لا يا ولاد دي برضه مش معناها محدش يفتكر ان انا اعلى منكم. اه انا بابا. اه مفيش الكلام ده، او انا مدرس. ماشي فانا جزء من المصدر، عندي كل حاجه. انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اوسع عقلي. لو انا اله اعمل كده يحصل، اعمل كده يحصل. هذا ايمان. يعني من كتر شيل هم من الناس بتلاقي الام في كتافك ورقبتك، ده بيظهر لو انت ما اتحركتش ورميت الشنط اللي انت شايلها على ظهرك. ابني، شنطة ماما، شنطة بابا، شنطة صديقي، شنطة مراتي، شنطة أي حد. ماشي. شنطة الحيوان، شنطة النبات، أيا إن كان. أنت هنا عشان تبقى تتمتع، تعيش، تجرب، تغلط. هو ان شاء الله رب العالمين لما انا بخلص لايف بياخد وقت عقبال ما بينزل تاني على اليوتيوب، فانا ان شاء الله هنزله ان شاء الله. انت محتاج ايه؟ محتاج انك تفهم. بس كلمة كونكشن او حد دي مش معناها ان انا ما ساعدش حد. لا ساعد حد بس مش هتشعل. هو اضرب نفسه يصير يفتكر دي مش اسوأ. الذكاء الاصطناعي راح ابتدى اشعر دلوقتي. الذكاء الاصطناعي ابتدى اشعر يعني عنده عاطفه دلوقتي، بيكلمك بيديك الاجابه اللي هو عايزها. مشكله بسأله كل الكون من ايه هيديك الاجابه الموجوده هو عايز يقولها اللي متبرمج عليها اللي عامل القصه دي. المهم فلما تلاقي شوفك وضعك، انا شايل حلم مين؟ فبتدي تقدر. بقول لا لا خلاص انا من الان انا عايش ماليش دعوه بحد. انا ماشي عن حد والوجع اللي في التافه دي شنط غيري، فانا تخيل التصور الشنط دي عضلت بايديا كده شيك شنط. واخد بالك؟ ابتدي ابص في جوه الرؤيه الداخليه يعني. ده في الم معنى كده ان الكتاف لونها اسمر. لما بتكسر الشنط دي المفروض ترجع الكتاب لونها ابيض. فانا لما عملت كده جت الصوره تلج، لون التلج الكتاب بقى لونها تلج. فحسيت ان الكتاب ارتاحت شويه. فانت اعمل كده. بس هكون فيكون يعني الموضوع ماشي. الحدود حلوة، الحدود حلوة مع الأصدقاء ومع أي حد. لازم ترمي نفسك حد، مش أي حد يتطاول.
كنا احنا نضحك ونقعد نضحك ونقعد. لكن احترام احترام. فالمهم التمرين ده اليوم انت مش المفروض تشيل، مش المفروض تشيل شنط اي حد مهما كان، مش المفروض تفكر له، ولا المفروض تقعد تحت رجليه. ده درس لازم هو يتعلمه. وكمان انت واخد بالك من نقطه، يعني انا لما اجي افكر في حاجه لازم افكر فيها ثلاث حاجات. لما اجي احل مشكله بحلها بثلاث حاجات: الفكره، العاطفه، الافكار، والجسم هيعمل ايه؟ واخد بالك؟ لما اجي احل المرض بالنبض لازم انا شاعر بالالم، شاعر بالطاقه دي. على كده ان الطاقه موجوده، انت مضطر في المعالجه طاقه المرض الفلاني. قال لي ان احنا معالج المرض الفلاني، انت بتتكلم كده مع نفسك يوميا. جسمك انت انت الوعي، انت الوعي هنا اللي عندك القياده. لا القياده ماشي في نفس الوعي، بس انت هنا موجود. نفس الوعي دي شنو كان صح اللي انا عندي دلوقتي؟ نفس الوعي دي عباره عن عباره عن كوره كبيره محوطه وماسكه جسمك في بعض. انت انت الوعي بتاعك موجود حوالين القلب، ماشي، بيلف من جوه كده. انت ماسك العصايه في النص فوق وتحت، ده الوعي بتاعك بيجرب بيجرب النور، بيجرب المغناطيس، بيجرب كل حاجه. واخد بالك؟ بمناسبة القلب، حاول تسمع الحب، يعني تخيل ودنك جوه قلبك، هتلاقي نفسك بترتاح، بتلاقي الامور احسن، بتفهم بدل ما انت بتسمع اللي بتسمع غيري. وخد رايك، خد رايك، انت انت الدليل، انت اللي يا سعيد الدليل. جرب كده حط ودنك، يعني تخيل ودنك هو بتسمع غيري من صدرك. اسال ماذا تفعل؟ واسمع، ساعات الكلمة بتيجي كلمة واحدة بس. لو أنت متعود إنك تسأل نفسك بأه أو لا، ده جميل فأنت تسمع لا أو لا. لو أنت متعود إنك تسمع حديث كامل، ده محتاج واتصال زي ما بيقولوا تأمل كده. عايز تنشط شيء، تهيئ إن هو اتنشط. وتنشط يعني لو في اقفال انا بفتحها، وبفتحها بناء ان انا امشي فيها المدرب، يعني يكون دليل دوت انا ماشي فيه من العصر اسمي، اشوف ان المدرب داخل فيها بيفتح اقفال هو الشكرة دي، شكرة رقم واحد. فتح شعر، خلي الزيت النخاع اللي في ظهرك شعر اكتر بكتير كده، يتصل اكتر. ده الكريستوس بتاعك، ده الزيت اللي في ظهرك، يعني يتعود يشتغل مع الجهاز العصبي. اوكي يلا، انت انت بتنصح، عايز تاخد فيها زياده، عايز عايز تشيل يعني نقط، مش عارف يعني اكون راجل داعي او ست داعي مبتسم. يعني كمان ايه ده، انا رايح ارجع عايز
عشان يرجع لي. انا طلبت اتفضل. لا الشمس كده بتاعت قبل في قبل في على النجيله على الارض الخضراء على الرمل على الميه ما تجيبش على الاسفلت ولا اجري 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 وتنط بقى وتشافع و تتدبل على الارض ده الفتح اللي ما تجيش في الارض الدكتور ممكن يقول لنا كنا كتير انت وسط الوسط ما بين الاب الطاقه والام الارض السماء والارض انت الناتج سواء نفسك كل ما بتتحرك متصل بالارض اكتر لعب بقى وتنطيط وميه وفرح ومصيف ومش عارف انت بتجيب طاقه من بتجيب الطاقه دخلها جوه الارض تعدي من عليك دخلها جوه الارض انت انت ايه ده انت دخلها وانت فرحان وبتلعب سعيد وده شافك بيغير شبكات الارض اللي تحتك اللي كانت بتبهدلك بسبب الاستعباد بسبب واخد بالك ترجع تاني تفهم تخيل بقى لو العالم كله بيتنطط بيلعب ومايك ده هتكون عامل ازاي؟ بتشع نور بتشع نور ومش محتاجه يحصل زلازل ولا براكين ولا خلاص كله فرق نفسه كل مهتم ان هو يبقى فرحان وسعيد جدا ولا الارض محتاجه انها تعمل اي حاجه هي بس هتوقف هي موضوع اللي انت سكان وهتوقف الوقود والكهرباء اللي ماشيه بالبترول والزيت نظام الحكومات تعرف او مش هلاقي حد مش هلاقي حكومه حد ده المفروض يعني يبقى اكتفاء ذاتي خالص ده على المدى البعيد انا بعكس على المدى البعيد الله اعلم ده انت بس على المدى البعيد انت الارض الطبيعه انت الارض الطبيعه مفيش تلفونات دورك يا انجل اكسبت انت تخيلك حتى في لمسة المرض انت لما بتيجي تنظر في شيء مش بتلمع عليه ميه طيب احنا علمني النور المائي ينظف الطاقة اللي واقفة المسدودة أو اللي عاملة الورم الليفي أو الأكياس هنرمي كده ماشي نشوف بعينينا بيلف مش بيغسل مش مرة واحدة بيلف لا ده بيلف دوام دوام طبعا إعصار بيشيل الطاقة وأنت كمان بعد ما بتشيل الطاقة الإعصار دوام ليه راح ليه راح تلك تودي هذه الطاقة اللي خارجة يديها المنطقة يعد تجربة تكهل الكوكب ده عمل ده مش كسب ده عمل حضرتك قادر تعمل الكلام ده مع نفسك انت لما بتشيل ده انت بتلحم كسر ولا حاجه بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل العظمه قدام العظمه صح كده؟ بتربطها كمان لو حته من العظمه مش موجوده بحط لها نور يعني ياخد النور ده ما هو النور ده متشكل بالبصمه اللي داخل بتاعت العظمه فهيبقى عظمه وهلف فانا هلف يعني تخيل ان في رباط كريستال ها والكريستال ده اللي ماسك الشكل بتاعي كلمة كريستال يعني اللي ماسك الشكل بتاعي الشكل الحمد لله اللي شايفينه دلوقتي بشكل الكبد والعضلة أكيد من كريستال الفعلي وأعمل منها خالص لفت صحيح إن في تدخل طبي المستشفيات ومش عارف ايه، ما فيش خالص.
لكن اللي انا اعرفه زمان كان الدنيا كان بيسر، كان بيسر حتى كان بيمسك ايد المريض عاملها كده فانت كمان ما تخش تعمل الكلام ده اهو اثمريا. انا عملت اثمريا يعني موجود في الحاله بتاعتك معنى كده ان هو ده البصمه اللي هتبقى موجوده في الماده في الماتيريال اللي الجسم بتاعك الجسم هيستقبلها هيفهمها تبتدي تشتغل على كده تبتدي تشتغل على الامور اللي انت صبيته كمان كمان الجسم اللي يقدر يعمل الكلام ده منك من نفسه انت ما تتاكد لو انت عرفت تتكلم من الجسم كويس يبقى في علاقه بينه وبينه وعارف كل احساسه ايه القلب ده بيعبر عن ايه دي عايزه خبره رهيبه وعايزه تتبع رهيب النبض ده ليه؟ النبضة الموجودة في الرحشة دي اللي هنا ده ايه؟ الرحشة اللي هنا ايه؟ واخد بالك؟ اللي في الظهر هنا مش مرن ليه؟ في حاجة كاتمة ليه؟ ده عادي مع نفسك. انت عندك كل حاجة، انت مش محتاج أول مرة. مش محتاجني أصلاً ولا محتاج أي حد. بس أنت مش واثق في نفسك. فاكر بكلمك وسواس. صح؟ المفروض أنت عندك شطارة. يعني اشتغل اشتغل ان هو يجي لك انك تمشي ضد النت يعني حق الحق حق الحق ده غلط بس انا غلط حق الحق دي الحب مش حق الحق الحب يعني نعمل كده وراي جاي تناغم عندي وعندك عندي وعندك انا اللي بجيب حب ولا باخد حب لا ده حاجه اكتر مني ده حاجه عالي مني الكلام ده كلام ايجو كمان اذا كنت انت جزء من الاله المصدر اذا انت عندك القدره التامه والمخزون انك تعمل اي شيء فكرك انت كل فكره انت تاخدها تطلع ياخدها البني ادمين ماشي يحققوها ملوش دعوه بواحد وحش اتفضل ادي فكرتك هياخدها تيجي انت ايه ده اللي انا عملته ايه اللي انا فيه ده مش معترف يعني انت اللي بيحصل ده اللي انت عملته في نفسك انت ممكن اللي بيحصل لك ده ايه ده هو اللي وحش هي اللي وحش هي اللي ده انت اللي عامل كده يا حبيبي انت اللي عامل كده في نفسك اعترف يعني انا اعترف ان انا الفاعل الوحيد محدش تاني حتى كلمة مظلوم مفهومة غلط مفيش مظلوم ابدا الحكمة البعيدة بقى كل شيء ليه سبب وانت مش عارف السبب دلوقتي تعرفه بعدين ماشي كارما ماشي فانا انت تتبنى ان اي حاجه تحصل لك هذا انا هل ده معناه ان انا شربت ذنب؟ ما يحصلش الكلام ده ابدا معناه ان دي تجربه واختيار كان في وقته عملته وانا معترف بيه دلوقتي ولو سبب لي اذى نفسي بعاطفه معينه اوكي عدي عدي يا ليلى عدي يا ليلى ها اشرب حزني ماشي بكاء ماشي اي حاجه الم ماشي بيصير يعدي هيعدي هيعدي انا معترف انت ما اعترفت خلاص انت صاحب الفاعل متحمل النتيجه كل ده بيعدي استسلم يا معلم لخلقك خد بالك الصوت منخفض اعمل ايه؟ اطلع اعمل فيديو يعني اقفل بس واطلع اعمل فيديو مش هستوب عليك عامل ايه؟ احاول اعلي صوت يا جماعه انت ليه مش واثق في نفسك؟
ولا دين ولا جماعة ولا أي حد. أنت عندك أنت حر، أنت حر بجد، مفيش حاجة اسمها إحساس بالذنب ده حر، ولا في حاجة اسمها ذنب، ده تجربة ولا متحمل كل شيء عادي. اتعلمت الدرس؟ أه اتعلمت الدرس، بعد كده مش هتكلم أهو ده، أه عادي، ولو كررت أطلب عادي، أضغط عادي طبعا. مفيش حاجة اسمها كمال، كمان ده مش موجود أصلا، مش موجود أصلا، يعني مش هتلاقيه. الكمال دي كلمة من اختراع الإيجو. حضرتك عايز تعيش، الروح عايزة تعيش، تختبر كل شيء بمنظورك بقى، أنت حلو ووحش، حلو ووحش، خير شر، ده منظورك. خلاص. وخلي بالك ده تقريبا المدرسة الوحيدة اللي في استمرارية، في شر أو مقابل للنور، كنوع من أنواع التعلم. أنت تحمد ربنا إن في، تحمد ربنا، لا يعني تشكر يعني مصدر خير، تشكر إن في تجربة، أنت بتتطور بزراعة الظلام زي ما تقول الشر. واخد بالك؟ في كلام انا سمعته بيقول لك في هذه الدوره الجديده خلق المصدر قال مش هيبقى في استراتيجيه للشر تاني. المصدر مش هيبقى في الشر اللي عشان فيه دلوقتي. هيبقى في ازدواجيه هنا بس ما فيش شر. واخد بالك؟ هتنتهي هذه السلبيه دي او الشر اللي هينتهي. بس هيبقى فيه برضه النوع ده هينتهي. بس لو انتهى، انت لو انت عايش في كل نور وعسل وطبيعه وطبيعه، ملل. اصل الملل دي، الملل ده نعمه زي ما الصبر نعمه. الملل ده نعمه، انت عايز اكتر. بدليل انك نازل الارض عشان انت عايز اكتر، تشوف اكتر، تعرف اكتر. كمان انت مش محمد بقى ولا حسين ولا اي حد، لا ده انت المصدر. المصدر برضه بيحس بالملل، مش كده؟ نازل يجرب اكتر. ودي رغبه، كل رغبه من المصدر الى خطأ.